بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أبنائي وبنات الطلبة، اليوم إن شاء الله هنستكمل موضوع الضرائب، وهنتكلم عن التكييف القانوني للضريبة والقاعدة الأساسية. إيش هو التكييف القانوني للضريبة؟ أي التفسير اللي بينبنى عليه فرض الضريبة. في ايش بنفسر فرض الضريبة على المكلفين؟ ظهرت نظريتين اساسيتين في هذا الموضوع من اول ما بدأت تطبق الضرائب. النظرية الاولى كانت بتدور حوالين فكرة العقد الاجتماعي اللي اسسها جان جاك روسو، بينما المجموعة الثانية من التفسيرات او النظريات دارت حوالين فكرة التضامن الاجتماعي. طيب ايش اللي بتمحور حوالين فكرة نظرية العقد الاجتماعي، وإيش اللي بتمحور حواليه نظرية التضامن الاجتماعي؟ نظرية العقد الاجتماعي بتدور حواليه فكرة أساسية وهي المنفعة، فكرة المنفعة، وهنجدها نشرحها. أما النظرية الثانية فبتدور حوالين التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع والدولة، وإنه لابد أن يكون هناك تضافر بين جهود الأفراد والدولة عشان الدولة تستطيع أن هي تقوم بواجباتها في إشباع حاجات المواطنين. طب نظرية العقد الاجتماعي اللي بتقوم حواليها فكرة الضريبة، هذه كانت نظرية تقليدية سادت في القرن 18 و19، بتقوم على ان هناك منفعة يحققها الفرد من الدولة مقابل دفع الضريبة عليها. طيب هل اتفقوا حوالين فكرة ايش هي طبيعة العقد؟ لا، هنجي ان اختلفوا في فكرة العقد. ظهرت عندي نظريات متعددة. النظرية الأولى اتكلمت ان هي عقد بيع خدمات، والنظرية الثانية اتكلمت عن ان هي عقد تأمين، اما النظرية الثالثة فتكلمت عن ان هي عقد شركة. كل النظريات الثلاثة هدول بدور حوالين فكرة العقد وفكرة المنفعة. فنظرية العقد اول ما جالك انه عقد بيع خدمات، قالك ان الدولة بتدي خدمات للافراد، خدمات اساسية تتعلق بالامن، بالصحة، بالتعليم وغيرها من الوظائف الاساسية، وبالتالي على الافراد مقابل ان الدولة تلتزم ببنود عقدها انه هم يدفعوا ضريبة للدولة. اما الفريق الاخر فقالك لا، هي عقد بيع خدمات، فقالك ان هي عقد بيع تأمين، بمعنى ان الدولة تؤمن على الافراد على اموالهم مقابل هم يدفعوا جزء من هذه الاموال، تؤمن وظائفهم مقابل هم يدفعوا جزء من دخلهم من هذه الوظائف. وبالتالي هناك شروط على الدولة الالتزام بها وشروط على الافراد الالتزام بها. واتطورت النظرية لحد ما قالوا وصلوا في خيالهم لبعيد اكتر، وقال لك ان هي عقد شركة. طب عقد الشركة عبارة عن ايش؟ ان الدولة هذه بمثابة شركة، وانه الحكومة بمثابة مجلس ادارة هذه الشركة، وانه الافراد هم المساهمين في هذه الشركة، فمقابل انه مجلس الادارة يقوم بمهامه على الافراد ان هم يدفعوا نسبتهم في المشاركة في هذه الشركة. لكن فعليا فكرة العقد كلها من اساسها هي فكرة وهمية، وهذه كانت مأخذ على نظرية العقد الاجتماعي، لانه العقد شريعة المتعاقدين ويقوم على الرضاء المتبادل ما بين طرفي العقد، واحنا ما فيش عندنا عقد حقيقي معقود بين الدولة والافراد، بل ان الدولة في بعض الاحيان بتلزم الافراد بدفع الضرائب دون ان تلتزم بما عليها من مهام وواجبات في بعض الاحيان. ومن هنا ظهرت الفكرة الثانية او النظرية الثانية اللي هي نظرية التضامن الاجتماعي، وقالوا انه الافراد لابد ان هم يتضامنوا مع بعض من اجل انه يمكنوا الدولة من اشباع حاجتهم العامة وحاجتهم الاساسية، وعليهم ان هم يمولوا هاي المهام اللي هتقوم بها الدولة. وهنا قاعدوا يفكروا طيب التضامن الاجتماعي هيقوم على اي اساس؟ اول حاجة قالوا انه على اساس رابطة التبعية السياسية، ورابطة التبعية السياسية انه انا مجرد احمل جنسية الدولة اذا اصبح علي تجاهها واجبات، من هذه الواجبات دفع الضرائب. قالوا لا، مش بس التبعية السياسية، ممكن تكون تبعية اجتماعية، انا لا احمل جنسية الدولة ولكنني مقيم فيها، في الحالة هذه انا ملتزم بدفع الضرائب ليها
مقابل ان انا حاصل على اقامة او موطن في هذه الدولة. في قال كمان لا، هي الرابطة الاقتصادية الاساس، وبالتالي اذا انا بقوم بمشروع حتى لو انا مش مقيم في الدولة ولا احمل جنسيتها، ولكن اقوم بنشاط اقتصادي فيها، فانا ملتزم فيها بدفع الضريبة للدولة. وبالفعل هذه النظرية هي اللي زائدة الان، واصبح الافراد يدفعوا للدولة الضرائب اذا كان هناك رابطة تبعية سياسية للدولة، او رابطة تبعية اجتماعية، او رابطة اقتصادية. وبالتالي احنا هيك بنكون فهمنا نوعين من النظريات اللي بدور حواليهم فكرة تكييف القانون للضريبة، او الاساس اللي انبنت عليه فكرة الضريبة والزام الافراد بدفعهم لهذه الضريبة واجبارهم عليها. ولان كل قاعدة قانونية وكل ضريبة مفروضة، هناك قواعد أساسية لابد أن تقوم عليها. طيب إيش هي القواعد الأساسية اللي بتقوم عليها الضريبة؟ إن لو اختل أي قاعدة من هذه القواعد تعتبر الضريبة تحمل في طياتها البطلان وعدم الدستورية. أول من أشار لهذه القواعد هو آدم سميث في كتابه ثروة الأمم اللي كتبه سنة 1776. قال إن في أربع قواعد أساسية بتقوم عليها الضريبة، هما العدالة واليقين والملائمة والاقتصاد. طيب إيش هي فكرة العدالة؟ فكرة العدالة إنه كل فرد لابد أن يلتزم كونه عضو من أعضاء الجماعة في الدولة، إنه هو يلتزم بالأعباء الضريبية المقررة عليه، على أن تكون هذه الالتزامات بقدر مقدرته النسبية. يعني بتختلف المقدرة النسبية بين الغني والفقير، بين العامل وغير العامل، بين الأشخاص بحسب طبيعة مهنهم ودخولهم، بحسب ثرواتهم. وبالتالي إذا كان الأفراد، فكرة العدالة بتقول إذا كان الأفراد بيعيش في ظروف متساوية، لابد أن تتم معاملتهم معاملة متساوية. وبصراحة تعتبر هذه القاعدة هي الأساس الأخلاقي اللي بتقوم عليها الضريبة. وبالتالي لابد ان احنا نفرق عن الضريبة عن الزكاة على سبيل المثال. فالزكاة واجب ديني تخاطب اهل الملة، وبالتالي اذا انا بدي افرض الزكاة فافرضها على المسلمين المؤمنين بركن الزكاة اساسا، ولا استطيع ان انا افرضها على غير المسلم. وبالمقابل انا الجزية بقدر افرضها على غير المسلم وما بفرضهاش على المسلم، هذه قائمة على اساس ديني. اما الضريبة فهي قائمة على أساس وطني وليس أساس ديني، والعمومية بتحمل اتجاهين، الأول هو الاتجاه الشخصية والآخر هو اتجاه المادية. فالعمومية الشخصية إن بتلزم كل المواطنين في الدولة والمقيمين فيها واللي بيقوموا مشاريع فيها بإن هم يدفعوا الضريبة إلا إذا قرر القانون إعفاء طرف من هذه الأطراف. أما العمومية المادية إنه الضريبة تنصرف على كافة الأموال والدخول والثروات المتحققة في الدولة، وبالتالي العمومية الشخصية بتقاطب فكرة التبعية الاجتماعية والتبعية السياسية، أما العمومية المادية فتندرج تحت إطار التبعية الاقتصادية. وبعد ما تكلمنا عن موضوع قاعدة العدالة بننتقل إلى موضوع اليقين، وهذا هنخليه للتسجيل القادم بإذن الله.